اللقاء الأخير في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لهذه المجموعة بالتحديد المجموعة الرابعة، المجموعة التي تضم نادي الوحدات الأردني الحاضرا اليوم هنا إلى السلطنة لمقابلة نادي العروبة اللي يحتل المركز الثالث. نادي الوحدات الأردني راح يكون أكيد هو تصدر أوريدي، ولكن يبقى بأنه راح يكون يبي ينهي المشوار بأن تكون حالة فوز حاضرة في سجلاته. بينما في الطرف الآخر نادي العروبة اليوم عاد خلاص هو ما ضمن التأهل، لأن موضوع التأهل حسم من خلال الجولة الماضية بتأهل ناديي الوحدات الأردني ونادي نيفيتشي الأوزبكي، وبالتالي يبقى بأن العروبة يلعب مباراة أخيرة في مشواره في الاتحاد الآسيوي لهذا الموسم، يبي أن تكون هذه المباراة مسك الختام وأن يحقق حالة الفوز في هذه المباراة. هكذا يعني التصريحات أتت من خلال لاعبه الأجنبي البرازيلي في المؤتمر الصحفي اللي كان يوم أمس، ولكن الغيابات حاضرة وطاغية في صفوف العروبة وكذلك في صفوف نادي الوحدات الأردني، وإن كان نادي الوحدات هو الأبرز لأنه يفتقد إلى حوالي جملة من اللاعبين وأكثرهم من الأساسيين، 8 لاعبين تماما يفقدهم نادي الوحدات الأردني. هذه المباراة الوحدات الأردني والعروبة بقيادة طاقم تحكيمي قادم من المملكة العربية السعودية يقودهم في كحكما للساحة السيد مرعي العواجي اللي واضح معانا في الصورة الآن يضبط الوقت وساعته وكذا من أجل أن يبدأ الساعة الرابعة كما هو محدد لدى الاتحاد الآسيوي. هو يطالع ساعته يبي يتأكد وبعد ذلك أكيد راح يطلق صافرة البداية السيد مرعي العواجي حكم الساحة، يساعد كل من مساعد أول السيد عبد العزيز الكثيري، بينما المساعد الثاني هناك السيد ناصر المظفر في الجهة الأخرى من الملعب، حكما رابعا السيد فهد العريني، ومراقبا لهذه المباراة الصيني السيد تشين يونغ اليانغ، هما طاقم اللي يقود هذه المباراة ويراقبها كذلك المباراة الأخيرة في دور المجموعات. هنا نشاهد السيد فهد العريني أيضا، إذا في هذه الأثناء يعطي إشارة البدء السيد مرعي العواجي لأن تلعب الكرة وتلعب بالفعل فريق ما أدري عاد راح نبدأ من اليمين هو نبدأ بالضيف ولا اللي قادم، يعني هو صاحب الأرض من الضيف ولكن راح نبدأ من اليمين، وفي اليمين هو الضيف بالفعل اللي يمثل مالك شلباية حارس المرمى، بينما هناك بشار بن ياسين طارق خطاب في خط الدفاع في العمق، وعلى الجانبين على الظهيرين في اليسار محمد المحارمة 23 وبلال عبد الدايم رقم 3، أمامهم يلعب أحمد الياس ورامي ردايدة، بينما أمامهم أيضا كلاعبين خط وسط أحمد عبد الحليم كابتن الفريق بالرقم 21، وهناك عبد الله ذيب اللاعب رقم 11، بينما أمامهم وخلف المهاجم تماما يلعب أحمد الشعلان اللاعب رقم 24 ومنذر أبو عمارة في خط المقدمة وفي خط الهجوم، وتلاحظ غياب أسماء كثيرة من أمثال محمود شلباية اللي الموجود اليوم على دكة البدلاء، كذلك رأفت علي محمود قنديل محمد جمال ومحمود وشاح، هما يعني فقط 16 لاعب حضروا مع نادي الوحدات الأردني في هذه المباراة، 11 منهم داخل المستطيل الأخضر وخمسة يجلسون على دكة البدلاء. هكذا فقط ارتأت ربما إدارة الوحدات لإراحة اللاعبين من أجل المشوار ومتابعة المشوار واستكمال المشوار الآسيوي، لأن الدور المحلي خلص عندهم خلص قفل انتهى، وبالتالي يبقى أنه العمل على أن الاستمرار في مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بعد ما وصل لدور ال 16 نادي الوحدات يمني النفس بأن يتقدم خطوة بخطوة. المدير الفني لنادي الوحدات الأردني هو السيد برانكو الصربي برانكو، بينما هناك يوسف العموري أيضا والمنسق الإعلامي بسام شلباية، بينما رئيس الوفد هو سامي دحبور ومدير الفريق زياد شلباية، أهما من يقودون الفريق كجهاز فني وجهاز إداري،
ويعني يؤمل أن يكون سعادة السفير الأردني متعب باشا الزبن موجودا في هذه المباراة لمتابعة نادي الوحدات الأردني الممثل الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي. هناك أيضا الفيصل الأردني بالإضافة إلى الوحدات الأردني. هكذا حال ووضع نادي الوحدات الأردني، بينما في الطرف الآخر نادي العروبة يمثل كل من محمد اسماعيل الفارسي في حراسة المرمى. تلاحظ غياب احمد القلهاتي الابرز تماما على مستوى الحراس في السلطنة في الموسم هذا بعد ما اخذ فرصته بديلا لمحمد هويدي، ولكنه اثبت نفسه احمد القلهاتي وابدع، ويعني اتوقع بان راح يكون له نصيب من المنتخب الوطني. ملعوبة الكرة تتمرر بشكل جميل، ملعوبة محاولة الان تلعب تسديدة، ولكن حارس المرمى شلباية يبعدها في محاولة ولا أولى كانت لصالح نادي العروبة محاولة المرور، ولا تزال المحاولة إنما مقطوعة. إذن إبراهيم العبيد لخمسة، حميد جمعة 38 على الأطراف، إبراهيم سبيت 25، وراشد المشايخي 8 في وسط الملعب، عيد الفارسي إمرسون حبيب الله الدحماني أمامهم، رايد إبراهيم، وخلف المهاجمين يكون بينما المهاجمين طلال وهيبي وعبد الله ثويني. لأن يعني الغيابات مثل ما قلت، شوف اللي عاد معانا واضحة وحاضرة الآن، أولى المحاولات الخطرة، ولكن شلباية موجود في المكان المناسب ويبعد الكرة. إذا في دكة بدلاء نادي العروبة هناك مانع سبيت، حمد خميس، جمعة درويش، دانييلو، أحمد القلهاتي، محمد حمد كتكوت، عبد الله صالح، إبراهيم، أهما اللي يجلسون على دكة بدلاء نادي العروبة العماني. ملعوبة الكرة الآن أمامية، ولكن فيها صفرة من السيد مرعي العواجي حكم الساحة وخطأ، والخطأ لصالح اللاعب الواضح معانا الآن حميد جمعة المدافع بنادي العروبة. ملعوبة الكرة في وسط أرضية الملعب من عبد الله ثويني، يعيد الكرة للخلف شوي إلى طلال الوهيبي، طلال يلعبها، تلعب ملعوبة إلى الجهة اليسرى إلى عيد الفارسي، عيد يلعب كرة تمريرة جميلة تصل إلى عبد الله ثويني، عبد الله تهيئة إلى عيد، عيد يحاول ولكن أيضا مقطوعة الكرة. عد الفريقين أو مدربين الفريقين الجهازين الفنيين بالفريقين أبدوا يعني تصريحاتهم وتوضيحاتهم للمباراة وأهمية المباراة من عدم أهميتها، وما الذي يريده الفريقين، ما الذي يريده المدربين من هذه المباراة، ورح نأتي على ذكر بعض تلك التصاريح. عبد الله ثوين الكرة معاه الآن يسددها أو إهياء إلى تمريرة، ولكن الكرة أيضا مقطوعة من المدافع إلى خارج أرضية الملعب في محاولة الحصول على الكرة، تتخلص اللعب أمامية لصالح العروبة، إنما تغطية دفاعية سليمة تماما من هذا اللاعب اللي هو بلال عبد الدايم كابتن أو قائد نادي أو قائد نادي الوحدات الأردني، هو أحمد عبد الحليم اللي هو اليوم يتولى قيادة نادي الوحدات الأردني. ملعوبة كرة مالك شلباية، كرة طويلة في وسط أرضية الملعب، ولكن الكرة بعد ذلك مقطوعة من عبد الله ثويني، إنما خلفية في وسط أرضية الملعب تلعب محاولة التقدم، ولكن المحاولة تستمر، إذا تبقى وتستمر، وملعوبة الكرة الآن يبدو لي إمرسون، ملعوبة الكرة تلعب محاولة لمن الكرة عرضية جميلة، ولكن في يد حارس المرمى محمد إسماعيل الفارسي الواضح معانا قبل قليل، وتلعب الكرة الآن تمريرة صحيحة ما فيها شيء، ولكنها طويلة وإبعاد من أمام حبيب الله الدحماني. هذا هو اللاعب رقم 7 رامي ردايدة اللي تعرض للعرقلة قبل قليل من هذا اللاعب حبيب الله الدحماني الواضح معانا أيضا في الصورة، إلى خطأ لصالح نادي الوحدات الأردني. ملعوبة ويعني لا تشاهد جماهير ربما حاضرة في المباراة لعدم أهمية المباراة حتى بالنسبة للجماهير، الجماهير العرباوية أكيد يعني وهو يعني على لسان مساعد المدرب خلفان زايد بأن قال في المؤتمر الصحفي بأننا نركز ربما في هذه المباراة لإشراك عدد من اللاعبين اللي يجب أن يكونوا جاهزين لتمثيل الفريق في المباراتين المتبقيتين لنا في دوري عمان تل، ويعني الفوز بدوري عمان تل معنى ذلك بأن يعني اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل بإذن الله تعالى.
وهذا ربما من ضمن احد الاهداف التي يسعى لها نادي العروبه واداره نادي العروبه في هذا من خلال هذا الموسم والفوز بدوري عمان تلي هذا الموسم. ملعوب الكره ولكن الكره الى خارج ارضيه الملعب كما يشير بذلك السيد ناصر المظفر الحكم المساعد الثاني وبالتالي الى رميه التماس. رميه التماس ملعوبه على طول تصل لاحمد الياس. احمد الياس مررها وتلعب او تعود الى بلال عبد الدايم يلعبها تعود لمره ثانيه مقطوعه. عبد الله اثويني في وسط ارضيه الملعب. شوف اللمسات والله يعني خلينا نتابع اولا هذه اللعبه ملعوبه الكره ومحاوله العرضيه ملعوبه راسيه ولكن الراسيه ايضا مقطوعه تعود لصالح نادي الوحدات الاردني. عاد نادي الوحدات الاردني مدربه السيد برانكو الصربي قال في المؤتمر الصحفي يوم امس قال استغرب وتملأني الدهشه لماذا لم يتأهل نادي العروبه العماني. قال لأن نادي العروبة العماني قدم مستويات أكثر من رائعة من خلال المباريات اللي لعبها في الدور الأول أو في دور المجموعات حتى أنه يقول لعبنا معاه مباراة صعبة هناك في الأردن على استاد الملك عبد الله الثاني وبالتالي يعني أستغرب لماذا لم يتأهل كيف لم يتأهل وهو سؤال يعني يطرح بقوة لماذا لم يتأهل نادي العروبة العماني لأن نادي العروبة في الدور المحلي وفي حتى في كأس الاتحاد الآسيوي جالس يقدم عطاءات جميلة ومستوى جميل جدا من خلال مشاركتين هو يلعب فيهم في الدور المحلي دور عمان تل وكأس الاتحاد الآسيوي ولكن نعم على مستوى الدور المحلي هو يعني متصدر وأموره طيبة ويتمنى فقط بأن يفوز في مباراته الجاية وهو اللي راح يقابل نادي فنجة وتعثر نادي الشباب في مقابلته مع النهضة معنى ذلك بأنه راح يضمن اللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوع واحد وأيضا قدم مستويات ولا أجمل على مستوى كأس الاتحاد الآسيوي ولكن هكذا يعني أتت الأمور بأن ما يتأهل عن المجموعة الرابعة وبالتالي هو يكتفي بالمركز الثالث الغير مؤهل تماما إلى الدور الثاني أو دور الستعش. بالسلامة للاعب اللي واقع على أرضية الملعب من نادي الوحدات الأردني. ربما اليوم يعني هذه المباراة ربما لا نشاهد إثارة كبيرة تحضر من خلال أداء اللاعبين ولكن يعني نتمنى بالفعل نتمنى أن نشاهد نحن جالسين نشاهد من خلال الدقائق الأولى من عمر هذا الشوط نشاهد عمل في نادي العروبة قائم تمريرات وبينيات جميلة ومحاولات ووصلوا لأكثر من مرة إلى مرمى مالك شلباية ولكن لم يتسجل الهدف إلى الآن. ملعوب الكرة في وسط أرضية الملعب ثويني عبد الله يمررها ولكن الكرة مقطوعة محاولة الهجوم الآن ومبادلة الهجوم لصالح النادي الوحدات الأردني وتلعب الكرة تمريرة محاولة المرور الآن والتقدم من جهة يسار الملعب العرباوي ولكن إعادة الكرة إلى الخلف شوي إلى الزميل إلى اللي هو أحمد الياس اللي مررها على طول إلى زميله أحمد عبد الحليم قائد الوحدات. ملعوبة كرة أمامية ولكنها أقرب إلى مالك شلباية حارس المرمى الوحداتي. هذا هو مالك شلباية حارس المرمى والرقم 30 لهذا الحارس مالك شلباية. اللعب تصل كرة إلى أحمد الياس يبحث عن زميل أحمد الياس يجد الزميل بالفعل محمد المحارمة إلى الياس مرة ثانية أحمد يلعبها إلى زميله أحمد عبد الحليم ولكن الكرة مقطوعة وتعود عرباوية الآن في محاولة اللاعب طلال لوهيبي طلال يلعبها إلى الجهة الأخرى تصل الآن إلى عيد الفارسي عيد الكرة معاه وتمريرة يعني هكذا هذا الأسلوب يعني لدرجة أن
بعد الكرة هذه. خلينا نتابع ماذا من أمر هذه الكرة، ما فيها شيء، العرضية قد تكون حاضرة الآن، العرباوية تتسدد ولكن في عند حارس المرمى مالك شلباي اللي يلعبها على طول، تصل إلى راشد المشايخي، راشد يلعبها ويعيدها إلى الخلف إلى حميد جمعة، حميد إلى راشد مرة ثانية، تعود الآن حميد يلعب الكرة إلى الزميل إلى اللي هو اللاعب رقم 7 رايد إبراهيم، ملعوبة حميد تسديدة ولكن أو راشد المشايخي المتقدم، تسديدة تصطدم وتعود لصالح الوحدات، ملعوبة أيضا من عبد الله ذيب إلى من إلى تصل إلى أحمد عبد الحليم، عبد الحليم كرته أيضا هو الآخر مقطوعة وتصل إلى إيمرسون، إيمرسون يمررها إلى حبيب الله الدحماني، الدحماني يلعبها إلى الجهة البعيدة، إبراهيم سبيت، إبراهيم يلعبها هو الآخر إلى عيد، عيد يعني أتحدث عن طريقة لعب نادي العروبة، حتى أن لما تلاحظ على الشريط ليكون في استوديو التحليلي على سبيل المثال في مباريات نادي العروبة، أنت تشاهد بأن العرباوية ايش يكتبون برشلونة عمان، نادي العروبة يصفونه بنادي برشلونة، ليش؟ لأن الأسلوب اللي يلعب فيه العرباوية والله يعني السهل الممتنع الجميل، لأن أجمل كرة عندما تكون الكرة فيها تناقلات بين اللاعبين والتمريرات من لمسة وحدة وقصيرة وفي الأماكن الضيقة، تعطي يعني تعطيك تخليك تستانس تستمتع بمستوى لعب جميل، هذا ما نشاهده من نادي برشلونة بأسبانيا، نشاهد هذا الأسلوب يطبق هنا على أرضية الواقع في السلطنة عن طريق نادي العروبة العماني اللي يمتعنا بالفعل من خلال مباريات دوري عمان تل، وبالتوفيق أكيد لكل أنديتنا الـ 12 في دوري عمان تل. ضربة مرمى لصالح نادي الوحدات الأردني، والكرة ملعوبة، كرة في وسط أرضية الملعب، المحاولة الآن محاولة المرور، ولكن أيضا يعني خلال الربع ساعة الآن ربع ساعة نعم يعني تنقضي من عمر الشوط الأول، ونشاهد بأن العروبة يصل ولكن يعني وصول من الوحدات لم يأتي إلى الآن، راشد المشايخ الكرة معاها الآن يلعبها ولكن الكرة أيضا مقطوعة، تعود للمشايخ يلعبها إلى حبيب الله الدحماني، الدحماني الكرة معاها الآن يمررها على طول من لمسة وبعد ذلك لمسة خاطئة وتتحول لصالح نادي الوحدات، كرة طويلة أمامية الآن محاولة يحصلها منذر أبو عمارة، ويحاول أبو عمارة بأن يمر أو يبحث عن زميل، هذا هو منذر أبو عمارة يحافظ على كرته ويحاول نعم بشكل جميل يتخلص ويمرر الكرة إلى الزميل إلى محمد المحارمة يلعبها ولكن الكرة أيضا مقطوعة وتعود من عبد الله ذيب، تصطدم بعد ذلك برايد إبراهيم الواضح معانا نجم، ما راح أقول نجم نجوم منتخبنا الأولمبي، هو نجم من نجوم منتخبنا الأولمبي، لأن نجوم منتخبنا الأولمبي كلهم نجوم، وبالتالي ما تدري منه نجم النجوم، تقول رايد، تقول عيد الفارسي، تقول حسين الحضري، تقول المعشري، تقول من، تقول كلهم نجوم، ما في نجم النجوم، هم كلهم نجوم، وبالتالي هو واحد من نجوم منتخبنا الأولمبي رايد إبراهيم. ملعوبة الكرة الآن، محاولة اللعب، محاولة مباغتة حارس المرمى ولكن الكرة بعيدة عن مرمى محمد إسماعيل الفارسي من هذا اللاعب اللي لعب الكرة، اللاعب رقم 24 أحمد الشعلان. المجموعة الرابعة اللي تضم الوحدات الأردني بطل هذه هي المجموعة برصيد 12 نقطة، وخلص يعني هو ضمن الوصول إلى دور 16 وهو ضمن صدارة هذه المجموعة، لأن ما في حد يوصله حتى في حالة خسارة وفوز الوصيف، لأن الوصيف هناك نادي نيفيتشي الأوزبكي برصيد 8 نقاط، وهو اليوم راح يلاقي سلغاو كار الهندي، سلغاو كار الهندي في المركز الرابع، أي أن يتصدر الوحدات ب 12 نقطة وصيفا له نيفيتشي الأوزبكي بثمان نقاط، اليوم راح يلعبون أيضا ولكن أكيد التوقيت مغاير لأن هنا فقط عندنا يلعبون في حوالي الساعة الرابعة تماما العصر،
وبينما العروبة هو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. في المركز الرابع سالغاوكار الهندي أو سالغاوكار الهندي برصيد 4 نقاط، هو الآخر متساويا، ونادي العروبة في رصيد النقاط، ولكن نادي العروبة يتفوق على نادي سالغاو، ربما سالغاوكار الهندي برصيد الأهداف. هكذا يأتي ترتيب هذه المجموعة. رابطة مشجعين لنادي الوحدات الأردني حاضرة وموجودة على يميني، على يمين المقصورة الرئيسية، وبالمقابل يعني ما تشاهد أي من الجماهير العرباوية حاضرين، ولا حتى ربما يعني ما أدري، ولكن يعني على أقل تقدير الناس ملعوبة الكرة، ولكن الكرة تسديدة ما كانت بالقوة المناسبة، وبالتالي في أحضان حارس المرمى. هذه هي الجالية الأردنية الحاضرة لمؤازرة وتشجيع نادي الوحدات الأردني، هذا هو أحمد الشعلان اللي سدد قبل قليل، ولكن في أحضان الحارس محمد إسماعيل الفارسي. إذا نتحدث عن أن يعني الجماهير يعني العرباوية اليوم الثلاثاء، وبالتالي يعني نعم يأتي نادي العروبة من محافظة الشرقية، هي بعيدة أي نعم، يعني حوالي مال 3 ساعات ربما ما بين محافظة الشرقية ومحافظة مسقط، ولكن اليوم الثلاثاء أي أن يعني أهل الشرقية اللي داومون في مسقط موجودين في مسقط. ملعوبة الكرة ما فيها شيء، جول أول، ما فيها شيء يا مالك شلباية، ما فيها شيء. إذن هدف أول يأتي ويتسجل عن طريق اللاعب عبد الله ثويني في هذه المباراة، وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول. إذن عبد الله ثويني والهدف الأول. بعد لعبة جميلة. والله اللي يسمع الآن ربما بعض أصواتاتي من الملعب من جهة الوحدات الأردني بالتحديد، البعض يقولوا ما فيها شيء، يعني هم مؤمنين بأن الهدف ما في شيء، وبالفعل حتى الإعادة وضحت ذلك بأن الهدف ما في شيء وسليم 100%. هذا اللاعب اللي سجل الهدف عبد الله ثوين المهاجم بنادي العروبة. إذا يعني العرباوية أو أهل الشرقية عموما، سواء كانوا عرباوية صوراوية من جعلان من كل مكان بالشرقية، المتواجدين كان العصر يعني نتمشى ناخذ لنا كم كيسة حب ودبتين ماي ونجلس في الملعب نشجع ونشوف المباراة، نتابع، نعطي فكرة للعالم اللي يتابع هذه المباراة بأن الجماهير العمانية موجودة وحاضرة، ولكن هذا الشيء ما حدث. وعموما هكذا وقع الحال. ملعوبة الكرة الآن لو مرت كان راح يكون فيها كلام، ولكنها ما مرت، وبالتالي تتخلص لصالح نادي الوحدات الأردن. الآن ملعوبة لمحاولات اللي هو كان عبد الله ذيب، تلعب الكرة أمامية أقرب إلى حارس المرمى الفارسي محمد إسماعيل، محمد إسماعيل الفارسي حارس مرمى نادي العروبة، الحارس البديل، الحارس الثاني من بعد محمد القلهاتي أو أحمد القلهاتي عفوا. عيد الفارسي في وسط أرضية الملعب، وتلعب الكرة تتمرر يعني تلعب إلى عبد الله ثويني اللي يبحث عن ربما هدف آخر. الآن تلعب الكرة عرضية، ولكن العرضية والله اللي شاف مباراة الهلال السعودي والأهلي السعودي يوم البارحة نفس العرضية هذه، ولكن يعني كانت من الجيزاوي إلى عمدتنا إلى العمدة عماد الحوسني، وحطها حط في الشباك، في الشباك الهلالية، وبالتالي العمدة إذا بعد عودته يتوج عودته في أول مباراة يلعبها بهدف يجعل الأفضلية للنادي الأهلي إلى أن يكون في المقدمة، وهو يعني شوف لبسة اليوم بدلة العروبة قريبة من بدلة الأهلي السعودي ليلة البارحة. ملعوبة الكرة تتسدد الآن الكرة، ولكن تسديدة إيمرسون تصطدم بها المدافع، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية، وركلة الزاوية لصالح نادي العروبة. بالتوفيق للعروبة، بالتوفيق للوحدات في هذه المباراة. شوف هذه هي تسديدة إيمرسون،
ولكن يعني اصطدت بالمدافع والى خارج ارضيه الملعب، ملعوبه على طول اللعب الى راشد، راشد يلعبها الى حبيب الله، حبيب الله الدحمان يلعبها الى اللاعب رقم 7 رايد ابراهيم، رايد يلعبها الى راشد، راشد المشايخي يلعب كره طويله وتمر الكره وتسديده، ولكن التسديده الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى من هذا اللاعب الواضح معانا عيد الفارسي. الى ركلة مرمى ملعوبة على طول من حارس المرمى مالك شلبايض، كرة طويلة الى خارج ارضية الملعب كما يشير السيد مرعي العوادي، الى ركلة او رمية تماس لصالح نادي الوحدات الاردني. في دور ال 16 ما ادري من راح يقابل نادي الوحدات، ولكن المباراة عموما رايحة تكون يوم 22 مايو 22/5 في الذهاب، وهكذا الحال بالنسبة لانيفيتشي اللي هو الاخر مثل ما تحدث بان ضمن الوصول الى دور ال 16 كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط. أمرسون الكرة معاه الآن في وسط أرضية الملعب، يلعب الكرة إلى الزميل إبراهيم سبيت، إبراهيم سبيت يلعب كرة أمامية الآن ومحاولة عيد الفارسي يعيدها إلى الخلف شوي، مرور جميل جدا وتلعب كرة طويلة، المرور جميل ولكن التمرير لم يكن جميلا وبالتالي تصل الكرة إلى حارس المرمى مالك شلباية. ملعوبة كرة طويلة أمامية الآن، تعتبر الأندية الأردنية هي صاحبة أعلى تسجيل أو حالات الفوز بلقب هذه المسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في الثمان سنوات الأخيرة من 2004، خلينا نبدأ من 2004، يعني بعد الأندية الأردنية حققت اللقب 3 مرات، لم يكن الوحدات واحد من ضمن الفرق الأردنية اللي حققت هذا اللقب، هناك أندية ربما الفيصلي، الفيصلي اللي فاز في موسمين متتاليين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2005 و2006 يعني مرتين متتاليتين، وحتى في 2007 فازت أيضا الأندية الأردنية بهذا بلقب هذه المسابقة وكان عن طريق نادي شباب الأردن في 2007، وبالتالي الوحدات يمنى النفس بكل تأكيد أنه يكون واحد من الأندية الأردنية اللي تسجل اسمها بحروف من ذهب في هذه المسابقة في كأس الاتحاد الآسيوي. 2004 يعني كان من نصيب نادي الجيش السوري، والأندية السورية هي فازت باللقب مرتين في 2004 عن طريق نادي الجيش السوري، وأيضا في العام 2010 عندما فاز الاتحاد السوري بلقب هذه المسابقة. كانت محاولة لصالح نادي الوحدات ولكن الكرة مقطوعة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب من هذا اللاعب حميد جمعة، إلى رمية تماس لصالح نادي الوحدات. المباراة هادية رغم المحاولات و يعني رغم ربما العمل، ولكن تبقى بأن المباراة هادئة إلى حد ما. نعم، لأن يعني تتحدث عن أن الوحدات ضمن التأهل وضمن الصدارة وضمن بأن ما في حد يلحقه في النقاط ال 12 اللي حققها، وبالتالي حتى أن جايك ب 16 لاعب فقط، 16 لاعب 11 داخل المستطيل وخمسة على الدكة، على دكة البدلاء، مريحين الحبايب ما مرتاحين، وبالتالي ما هامتهم المباراة بشكل كبير. اذا في 2005 و2006 الفيصلي حقق البطولة، في 2007 شباب الاردن، الفيصلي الاردني بكل تأكيد، شباب الاردن في 2007 هو من حقق بالسلامة الى رايد ابراهيم اللي واقع على ارضية الملعب.
بعد ذلك في 2008 نادي المحرق البحريني هو من حقق لقب هذه البطولة، الكويت الكويتي في 2009، وفي 2010 الاتحاد السوري. أما آخر بطولة وآخر لقب سجل في هذه البطولة كان من نصيب نادي ناساف كارشي الأوزبكي 2011. شوف اللاعبين كلهم يتوجهون إلى الخط من أجل أن يحتسوا قرعات من الماء ويأخذوا نفسهم، يلتقطون أنفاسهم اللي بالفعل يعني ربما حرارة الجو والشمس وكذا تأثر عليهم إلى حد ما. هذا هو سجل الأندية اللي حققت لقب البطولة ابتداء من العام 2004 وحتى 2011. وفي هذا الموسم أكيد راح يكون في حوار وحوار مستمر ما بين أندية كأس الاتحاد الآسيوي من أجل تحقيق لقب هذه البطولة، فسوف نعرف في النهاية من سوف يكون بطلا ولهذه المسابقة. ويعني تلاحظ بأن من 2004 إلى 2011 ربما البطل الوحيد اللي متواجد الى الان في هذه البطوله هو الفيصل الاردني فقط، هو البطل الوحيد. يعني الجيش السوري ما هو موجود، المحرق البحريني ما هو موجود، الكويت الكويتي موجود نعم، ناساف الاوزبكي ماني متأكد، ولكن عموما الفيصلي صاحب لقبين وموجود ويتمنى بان يكون صاحب اللقب الثالث ليكون أكيد هو النادي الوحيد اللي يتفرد بالرقم القياسي، وهو الآن بالرقم القياسي بلقبين. الفيصلي الأردني ملعوب الكرة، محاولة المرور الآن من اللاعب بلال عبد الدايم اللي يمر بالفعل بلال ويمررها بشكل جميل، محاولة الآن، محاولة التعديل، نعم هدف التعديل يأتي، هدف التعديل للوحدات الأردني يأتي عن طريق لاعبه عبد الله ذيب. ذيب كان ذيب في هذه المباراة ويسجل هدف التعادل، هدف التعادل إذن يأتي لصالح نادي الوحدات الأردني في الدقيقة 29. عبد الله ذيب إذن يجعل نادي الوحدات الأردني في أو يعيد نادي الوحدات الأردني للمباراة من خلال تسجيل هدف التعادل. هناك في الأردن في مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح نادي الوحدات الأردني، هنا إلى الآن هدف مقابل هدف ما بين. شوف المرور الجميل من عبد الله ذيب اللي بالفعل سيطر على كرته وعلى اللعبة وبعد ذلك سجل هدف التعادل. عبد الله ذيب بالسلامة إلى راشد المشايخي أو حبيب الله الدحماني اللي كان واضح معانا وهو مصابا ويتلقى العلاج اللازم. شوف بدأت الكرة من هنا من بلال عبد الدايم وهذا التدخل مع حبيب الله الدحماني، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء، وبعد ذلك تمريرة من اللي هو بلال عبد الدايم لعبها إلى زميلة عبد الله ذيب اللي أودعها الشباك. تتخلص الكرة وتلعب تتمرر بشكل جميل، إنما الكرة تدخل من المدافع حميد جمعة، بعد ذلك لامست يد اللاعب رقم 37 منذر أبو عمارة وخطأ، والخطأ لصالح نادي العروبة. ملعوبة الكرة الآن على طول تلعب إلى عيد الفارسي، الكرة معاه الآن يحاول المرور ولكن المحاولة ما هي مكتملة، يعود ويحصلها مرة ثانية، تصل إلى إميرسون، إميرسون يلعبها إلى حبيب الله الدحماني يلعبها أمامية إلى ربما يكون اللي هو طلال الوهيبي، ملعوبة تلعب عرضية، جول ثاني، هدف ثاني إذن للعروبة بلقطة جميلة جدا وعرضية جميلة جدا. لاحظ إذن عبد الله ثويني هو الآخر مرة أخرى يضع اسمه ويسجل اسمه في تسجيل هدف ثاني. إذن عبد الله ثويني يسجل الهدف الثاني لصالح نادي العروبة، عرضية جميلة والله يعني قريبة جدا من لعبة وهدف عماد الحوسني في نادي الهلال السعودي، نفس العرضية شوف شبهها بجيزاني يلعبها إلى عماد وعماد يكملها، شبههم كذا وتشوف الهدف اللي ما شفته في ما بين الأهلي والهلال. إذا 2-1 تحضر، إذا عبد الله ثويني يسجل الهدف الثاني، تحضر النتيجة إذا مرة أخرى. يعني هناك انتهت ب2-1، هنا لازلنا في الشوط الأول
وحتى انهى الدقيقة 32 واثنين واحد حاضرة مرة اخرى. هل نشاهد اهداف اكثر ام ربما ما راح اقول ربما تنتهي بهذه النتيجة؟ الامور ممكنة في كل شيء، 2-2 ممكنة، اكثر عن ذلك بكثير ممكنة، لان الشوط اخر راح يكون هناك، راح نشاهد من خلاله اكيد احداث ومجريات اخرى. تصل الكرة إلى محمد إسماعيل الفارسي، يلعبها إلى زميل إبراهيم العبيدلي، العبيدلي يتقدم ويلعبها إلى إبراهيم سبيت، سبيت الكرة معاه الآن ويبحث عن زميل، يلعبها إلى وسط أرضية الملعب إلى حبيب الله الدحماني، تعود الكرة إلى العبيدلي، العبيدلي يبحث عن زميل ملعوبة في وسط أرضية الملعب. الدحماني تأخر أو كان ربما انطلاقة من اللاعب نادي الوحدات اللي بالفعل وصل في الوقت المناسب ويخلص الكرة، ملعوبة تعود عرباوي مرة أخرى، تلعب عيد، عيد الكرة معاه في وسط أرضية الملعب، محاولة تقدم منها عبد الله ثويني، تلعب إلى عيد الفارسي، يحاول يلحق عليها، يلحق ولا ما يلحق؟ لحق ووصل، يلعبها كرة جميلة، هدف ثالث إذا يحضر الآن، هدف ثالث يحضر عن طريق طلال الوهيبي. إذا طلال الوهيبي يسجل الهدف الثالث. ثلاث أهداف في الشوط الأول، وشكل المباراة يعني طريقة لعب العرباوية شكلها ما أدري عاد ما أدري راح توصل إلى خماسيات برشلونة وسداسياته ولا راح يكون للمدرب برانكو أو المدير الفني لنادي الوحدات الأردني كلام آخر، لأن يعني نعم متصدر، نعم متأهل، نعم، ولكن أن تخسر بنتيجة ثقيلة في آخر مبارياتك يعني شكلها مبحلو، شكلها مبحلو أبدا. عموما إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف الآن لصالح نادي العروبة، يعني نادي العروبة يبي يأكد أنه في الدوري جالس يسجل وجالس يشتغل ويعمل بشكل صحيح، يبي يؤكد في هذه المباراة بأن بالفعل هو ما يفعل من في الدوري بإمكانه أن يفعله في كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن تأخر أكيد يعني والله يعني ما 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 أدري. بالسلامة للاعب نادي العروبة، ويبدو لي كأن إيمرسون اللاعب اللي وقع على أرضية الملعب، نعم هو إيمرسون إذن وقع على أرضية الملعب، والخطأ عليه على فكرة ترى، وبالتالي الخطأ لصالح نادي الوحدات الأردني. بالسلامة لإيمرسون، وأخصائي العلاج يتدخل من أجل معالجة لاعب إيمرسون البرازيلي. شوف هنا واضح معانا برانكو واقف يطالع المباراة، يوجه يتحدث إلى اللاعبين، وأيضا الحكم الرابع يتحدث إلى الحكم المساعد، والمباراة تتوقف لحظات من أجل معاينة ومعالجة لاعب نادي العروبة إيمرسون البرازيلي. إيمرسون السلامة أكيد ليه. هناك أيضا دانييلو لاعب المحترف الآخر موجود ومتواجدا في المباراة أو على دكة البدلاء بالنسبة لنادي العروبة، دانييلو اللاعب رقم 9، بينما نادي الوحدات الأردني يأتي ربما حتى بدون لاعبين أجانب، هم كلهم مالك شلباية، طارق خطاب، الشاربني ياسين، بلال عبدايم، محمد المحارم، أحمد الياس، رامي ردايد، أحمد عبد الحليم، عبد الله ضيب، أحمد شعلان، ومنذر أبو عمارة هم الأساسيين، والبدلاء محمود شلباية، رافت علي، محمود قنديل، محمد جمال، ومحمود وشاح، وبالتالي لا أجانب. ملعوبة الكرة الآن، محاولة لصالح نادي الوحدات الأردني ولكنها مقطوعة، والمحاولة لمن تصل وتتخلص، تصل عرباوية في محاولة وقتال على الكرة من رايد إبراهيم، يتحصل على خطأ لصالح رايد إبراهيم، ملعوبة على طول تصل لحبيب الله الدحماني، الدحماني يلعب كرة طويلة ولكن راية حاضرة وموجودة من الحكم المساعد الأول السيد عبد العزيز الكثيري على هذا اللاعب الواضح معانا عبد الله إثويني اللي شكله يبي يسجل هدف ثالث له شخصيا، وبالتالي يسجل الهاتريك، بينما يبدو بأن برانكو يجهز له لاعب راح يكون فيه كبديل، ربما يعزز خط الظهر، ربما أقول لأن ثلاثة أهداف، أنت تتحدث عن شوط أول فقط وما يبيها تكون أكثر من كذا لأنها رايحة تكون مرة.
وملعوبة الكرة في وسط أرضية الملعب الآن من عيد إلى الزميل إلى راشد المشايخي، راشد ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح راشد المشايخي اللي يلعبها إلى عيد الفارسي، عيد الفارسي يبحث عن زميل يجد المشايخي، المشايخي يلعب الكرة إلى الدحماني، الدحماني يهيئها من لمسة لرايد إبراهيم، رايد يلعبها بشكل جميل إلى الفارسي، عيد اللي ياخذ الجهة اليمنى الآن، محاولة المرور من عيد ولكن عيد يهيئها إلى رايد، تسديدة ولكن تسديدة تتخلص بعد ذلك تصل إلى بلال عبد الدايم اللي حاول المرور الآن ومررها إلى أحمد الشعلان، بعد ذلك الكرة مقطوعة، الحكم يقول ما فيها شيء رغم مطالبات رامي ردايدة لأن الحكم يقول ما فيها شيء، والآن إلى حالة تسلل على رايد إبراهيم، وإذا الكرة لصالح نادي الوحدات الأردني تتحول، هذا هو رايد إبراهيم. عاد اليوم طالعنا في الشبكة العنكبوتية أخبار عن بعض لاعبي منتخبنا الأولمبي تتحدث عن أن ربما يذهب ثلاثة لاعبين إلى الآن بعد الكرة هذه ملعوبة عرضية أو تسديدة مباشرة، إنما التسديدة في يد حارس المرمى محمد الفارسي، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، بالتالي إلى ركلة زاوية لصالح نادي الوحدات الأردني اللي يحاول بأن يعود إلى المباراة من خلال تسجيل هدف التعادل، ومختار واقف ويعترض على شيء ما مع لاعبينا، أكيد ما هو يعتذر على قرار الحكم. إذن إلى ركلة زاوية الآن، وعبد الله ذيب صاحب هدف الوحدات الوحيد إلى الآن، عبد الله ذيب يلعبها على طول، ملعوبة تعود لمرة ثانية، يلعب كرة عرضية، أرضية زاحفة ولكنها مقطوعة وتتخلص بعد ذلك، تبقى داخل المستطيل لصالح نادي الوحدات الأردني، واللعبة ربما من محمد المحارمة إلى خارج أرضية الملعب الآن إلى رمية التماس. رمية التماس ملعوبة وإعادة الكرة، إذن هكذا يطالب مختار، وبالفعل إذن الكرة إلى حارس المرمى مالك شلباية، وجاهز اللي هو محمود وشاح، رح يكون هو البديل الأول يبدو لي، محمود وشاح، ولكن سوف نعرف بديلا لمن. إذن نعم السيد مرعي العواجي يطلب التبديل، وخروج اللاعب رقم 38 اللي هو طارق خطاب. إذن بالفعل يعني كنت أتحدث عن أن ربما السيد برانكو عندما يجري عملية التبديل راح يعزز في خط الظهر، لأن ما يبي نتيجة مذلة، وهذا ما حدث بالفعل، خروج طارق خطاب اللاعب رقم 38 اللي يبدو وكأنه يعاني من إصابة، ونزول اللاعب محمود وشاح. خروج اللاعب رقم 38 هو محمود وشاح بالفعل، اذا من ينزل ارضية الملعب بديلا لطارق خطاب بعد الثلاثية الى الان الحاضرة. ملعوبة الكرة من مالك شلباية في وسط أرضية الملعب، الكرة تصل إلى حبيب الله الدحماني، معادة الكرة إلى الخلف، إبراهيم العبيدلي يلعبها إلى إبراهيم سبيت، إبراهيم سبيت يبحث عن زميل يلعبها إلى حبيب الله الدحماني، وحبيب الله الدحماني يغير اتجاه اللعب، تصل إلى راشد المشايخي، راشد المشايخي يلعبها إلى رايد إبراهيم، إلى راشد المشايخي، المشايخي ولكن الكرة مقطوعة وتصل إلى أحمد عبد الحليم، أحمد عبد الحليم إلى أحمد الشعلان، الشعلان يلعبها إلى زميله اللي هو البديل وشاح، وشاح ملعوبة تلعب وتعود إلى الخلف الآن إلى أقرب أو الكرة إلى أحمد الياس، أحمد الياس اللي الكرة معاه الآن يبحث عن زميل، يلعبها إلى محاولات أيضا تمريرات من هنا وهناك، يعني ربما يعني من يجي اللي يجي الحين ويشوف المباراة في هذه الأثناء ما راح يعتقد بأن العروبة متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، لأن تشاهد حتى يعني التمريرات من الوحدات الأردني هي تمريرات بينية قصيرة في خط الظهر أكثر، أغلب
في خط الظهر، محاولة الوصول لخط الوسط وبعد ذلك يعودون إلى خط الظهر. ملعوبة الكرة الآن لصالح عبد الله ذيب، عبد الله ذيب يلعبها إلى الزميل ربما إلى منذر أبو عمارة، أو الآن تصل الكرة إلى أحمد عبد الحليم. حاولت المرور ولا تزال الكرة وحداتية، نعم مرور أول ومحاولة المرور الثاني، ولكن يسيطر على كرة بشكل جميل، تتمرر الآن إلى عبد الله ذيب، ولكن راشد المشايخي موجود ويبعد الكرة. هذه ملعوبة تلعب الكرة أمامية وخاطئة من إبراهيم العبيد لتعود لصالح رامي ردايدة، رامي يلعبها ومحاولة الآن للوحدات ولكنها مقطوعة وتصل إلى راشد المشايخي. محاولة كانت لصالح نادي الوحدات الأردني. أحمد الياس ملعوبة يعيد الكرة إلى الخلف إلى الزميل لكان محمد المحارمة في محاولة الآن ملعوبة تسديدة، تسديدة جميلة ولا تزال فيها خطورة، تسديدة أخرى ولكن هذه المرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذه التسديدة كانت من اللاعب رقم 11 عبد الله ذيب ولكنها عادت من العارضة. شوف هذه هي التسديدة الجميلة وتعود من العارضة وتوصل إلى الزميل، ولكن تسديدة الثانية بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب. بالسلامة لي اللاعب اللي وقع على أرضية الملعب، هذا هو اللي حاول يباغت حارس المرمى عبد الله ذيب، وبالفعل باغته ولكن العارضة كان لها كلام آخر بعد ذلك. منذر أبو عمارة سدد كرة ولكن تسديدته إلى خارج أرضية الملعب. نادي العروبة في كأس الاتحاد الآسيوي، هذه المرة الثالثة اللي يتواجد فيها في كأس الاتحاد الآسيوي، ابتداها في العام 2009، وفي 2009 وقع في مجموعة ضمت العربي الكويتي، المبرة اللبناني، وأربيل العراقي. فاز في مباراتين في تلك البطولة وتعادل في مباراتين، خسر مباراتين. سجل في تلك البطولة في 2009 ستة أهداف واستقبل مرماه وشباكة سبعة أهداف كاملة، حصد ثمان نقاط من أصل 18 نقطة، أهدر 10 نقاط كاملة. هذه كانت مشاركة نادي العروبة بكأس الاتحاد الآسيوي في العام 2009. في 2010 لم يتواجد نادي العروبة ولكن عاد في 2011 وشارك في هذه البطولة، ويعني نتائجه كانت مخيبة للآمال شوي، هو يعني بعكس المشاركة الأولى. في 2011 حل في مجموعة ضمت بجوار كل من الكرامة السوري والعهد اللبناني وأربيل العراقي. عاد في 2011 فقط فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين، سجل فقط أربعة أهداف، يعني شوف في عدد يتناقص، سجل أربعة أهداف، استقبلت شباكة عشرة أهداف كاملة، حصد ست نقاط من أصل 18 نقطة، أي أن يعني قل تسجيل الأهداف وزادت نسبة استقباله للأهداف وأيضا قلت نسبة حصده للنقاط. في 2012 في هذه البطولة، البطولة الثالثة له إلى الآن أتحدث، لأن فايز في مباراتين، فاز كان في مباراة أولى على سلغاو. ملعوبة الكرة الآن لصالح الوحدات، عرضية ولكن العرضية تتخلص وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لصالح نادي الوحدات. تخليص الكرة كان عن طريق المدافع إبراهيم العبيدلي وإلى رمية تماس. ملعوبة محاولة المرور الآن إنما المحاولة مقطوعة. إذن إلى نهايات الشوط الأول لهذه المباراة اللي يتقدم من خلاله نادي العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف. ملعوبة الكرة الآن إلى عيد الفارسي، عيد يسدد له وحدة ولكن تسديدة عيد إلى خارج أرضية الملعب. الحكم يطالع ساعة السيد مرعي العواقي، يبي يطلق صفرته في أي لحظة من الآن ليعلن نهاية الشوط الأول. الشوط اللي كان تقدر تقول متوسط المستوى نسبة إلى الأهداف اللي سجلت والمحاولات اللي أتت في بدايات الشوط الأول وإلى منتصفه، وبعد ذلك ربما بعض من الهدوء صاحب أحداث ومجريات الشوط الأول من هذه المباراة. ملعوبة الكرة الآن لصالح نادي الوحدات وتبقى للاعب رقم 12 اللي هو أحمد الياس. أحمد الياس يلعبها إلى ربما بلال عبد الدايم، ملعوبة ولكن إلى صافرة، نعم هو كان بلال عبد الدايم اللي يتحصل على خطأ الآن اللي هو اللاعب الواضح معانا اللاعب رقم 3.
يحاول المرور، نعم تعرض لعرقلة وبالتالي إلى خطأ، والخطأ لصالح نادي الوحدات الأردني. خطأ لصالح نادي الوحدات الأردني، وبلال عبد الدايم، بلال عبد الدايم يلعب كرة طويلة والكرة تتخلص من رايد إبراهيم، تعود تبقى لصالح نادي الوحدات الآن، محاولة إنما تتخلص وإلى صفرة وخطأ، الخطأ لصالح هذا اللاعب الواضح معانا إبراهيم سبيت، ولكن في هذه الأثناء وقبل تنفيذ الخطأ إذا السيد مرعي العواجي يطلق صافرته ليعلن عن نهاية شوط أول، لا أستطيع أن أتحدث عنه قليلا، ولكن أتمنى أن يكون الحديث أكثر تشويقا في الشوط الثاني لهذه المباراة. إلى أن نلتقي إذن في الشوط الثاني، تقبلوا تحياتي.